بتحبوا عصير القصب؟ احنا النهارده موجودين عند طاهر، جايين نستكشف معصرة القصب المتنقلة بتاعته، وازاي الفكرة دي جات له. هختار واحد من كومنتات شركة فاينل اروماتيك، هتديله بوكس معطر الجو السوفت ده هدية. تفتكر الفيديو ده هيجيب كام الف لايك؟ 20,000 لايك. 20,000 لايك؟ ان شاء الله هنشوف الناس هتوصلوا ل 20,000 ولا لا. تعالوا دلوقتي نتعرف ازاي عواد القصب بتتعصر وتتحول للعصير. ايه المراحل اللي بتمر بيها؟ طبعا احنا في المخزن دلوقتي اللي ورا بتاع القصب اللي احنا بنقشر فيه، فطبعا دلوقتي احنا اول مرحله في القصب احنا بنجيب السكينه بالقصب وبعد كده نقشره زي ما احنا شايفين كده. وبما ان القصب هو اللي بيتعمل منه السكر، وبما ان اشهر مسلسل في 2021 هو لعبه المحار واللي كان فيه لعبه معموله من السكر، فيلا بينا نجرب. اصدقائي ما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه، عايزين نوصل لنص مليون. دايما عشان نشرب عصير القصب لازم نروح للمحلات، لكن ان المعصره بنفسها تجي لك لحد بيتك دي حاجه جديده. تعالوا نشوف المعصره دي بتتكون من ايه. بتتكون من اجزاء عاديه عادي، القصب نحط القصب هنا تمام، ينزل هنا كروس شغاله، تنزل هنا ينزل عصير تمام، كيس ببستر هنا بسطرة شغل نضيف. وانا سألتكم وانت قلتولي في التعليقات انها بتتعمل من السكر والبيكنج باودر، بنحطهم على النار ونجرب نخلطهم ببعض ونعمل اللعبة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط مثلا 3 معالق كده من السكر على النار بالكيفية دي، هنسيبهم يسخنوا ونقلب شوية. تقريبا كده عدى دقيقة والسكر زي ما انت شايفين بدأ يسيح، مجرد ما يسيح كله هنبدأ نحط عليه البيكنج باودر. دايما في محلات عصير القصب بنسمع ابتهال اكاد من فرط الجمال اذوبه، بس يا ترى ايه الرابط ما بين عصير القصب ومحلات العصير والابتهال ده؟ يا ترى ايه مصدر الطاقه اللي بيعتمد عليها علشان يشغل المكنه بتاعه المعصره؟ تعالوا نعرف من طاهر. التروسيكل ده هو مصدر نقل للمعصره تمام. لو انا عايز ادور المعصره ده لو قعدت مثلا يوم اتنين مركونه بطاريه ممكن تريح، حضرتك بدور التروسيكل عادي خلاص البطارية كده تشحن معايا، ببدأ أنا أدور معصرتي. دارت المعصرة، بطل تروسيكل عادي، مفيش فيها حاجة. طبعًا السكر سايح زي ما أنتم شايفين، هنبدأ نحط عليه شوية بيكنج باودر ونقلب. نقلب بالكيفية دي كده. شايفين لونه اتغير إزاي؟ شايفين كده؟ بقى شكله بالكيفية دي لما حطينا عليه البيكنج باودر. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنقلبه على ورق الزبده، وبعد كده بعد ما حطينا البيكنج باودر والسكر هنبدا ان احنا نحطه كده على ورق الزبده. هنعمل شكلين علشان بعد ما نعملهم هنعمل تحدي كده صغير، ننزل كده. يقال ان اغلب الناس اللي عندها محلات عصير القصب اصلهم من الصعيد، وعلشان هم بيحبوا الابتهالات والمنشدين فكانوا دايما بيشغلوا في المحلات بتاعتهم ابتهالات، وكان من اشهرها اكادوا من فرط الجمال اذوبه، تقريبا عشان عصير القصب مسكر جدا. ده بعد ما حطيناهم على ورق الزبده، وانا محضر شكلين، شكل نجمه وشكل قلب، وهنحطهم كده. نحط مثلا كده شكل النجمه، وادي شكل القلب. هنسيبهم ينشفوا ونروح نعمل التحدي. يا ترى عصير القصب بيحطوا عليه سكر؟ طبعا هم في اللعبه كانوا عاملين اشكال، فانا اخترت ان انا اعمل شكل القلب والنجمه، وعملت التحدي انا وبنت اختي شهد. فيلا بينا نجرب ان احنا نشيل الاشكال دي ونطلع شكل القلب وشكل النجمه، نشوف مين فينا اللي هينجح. ماشي يا شوشو؟ ماشي. انا حاولت ان انا اشيل الشكل البلاستيك اللي انا عامله ده بس ما عرفتش، فتقريبا كده انا هحاول بايديا ان انا اشيل الخارجي، وفي الاخر ممكن في الغالب نوصل لشكل القلب. تقريبا انا هنجح اهو. وانا دلوقتي هحاول اطلع شكل النجم. شاهد دلوقتي اهي شغاله، هنشوف مين فينا اللي هينجح. هو تقريبا اصلا وجود الشكل البلاستيك زي ما هو هيسهل علينا المهمه على الاخر، لكن هما طبعا كانوا بيشيلوا الاشكال وكانوا بيعملوا باستخدام دبابيس. ده بعد القصب ما بيتعصر وبتيجي ناس كلهم بتشيله. تقريبا يا جماعه احنا طلعنا خمامين لما سيبنا الشكل زي ما هو، ما اضطرناش ان احنا نحتاج الدبوس. ايوه عندك حق يا خالد فعلا. بس التحدي الاصعب بقى ان احنا هل هنقدر نفرغ الشكل من داخل القلب كده؟ تقريبا ممكن انجح. جربي كده يا شوشو. انا نجحت وادي شكل القلب. هل شهد هتقدر؟ اوبا، شهد كسرت السنون بتاعت النجمه.
انت الخسران يا شيخ. شركه فاينال اروماتيك بعتت لي بوكس معطر الجو السوفت ده عشان نجربه، وهو عباره عن مجموعه مختاره من معطرات الجو زي الروز والسولو، طبعا الريحه بتاعتهم جامده جدا، وكمان عاملين تشكيله تانية من العود والسمايل على حسب المود بتاعك، انت بتختار بقى الريحه اللي تناسبك. فيه كمان غرام وليالي العرب، كمان هم عاملين عبوه تانية بعيدا عن استخدام المعطر في البيوت والعربيات، ممكن تتحط كمان على الغسيل اثناء الغسيل، وهسيب لكم الرابط بتاعهم في اول تعليق عشان تتواصل معاهم، وعندهم توصيل للبيوت. شو تيجي يلا نجرب ندوقها؟ يلا بينا نشوف هل هي فعلا طعمها حلو ولا هي شكل كده وخلاص. حلوه، سكر وطعم البيكنج باودر موجود برضو فيه، صح يا شاد ولا ايه؟ حلوه ولا لا؟ حلوه. عجبتك يعني؟ ماشي. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي، عملنا فيها مجموعة تجارب مختلفة، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.